نتورك كيز بارت 2. النهارده قعدنا مع يعتبر ربع فيديو في سيستم جايد تو نتورك. هنتكلم النهارده عن السي سي ان اي فويب او سي سي ان اي فويس اوفر اي بي. اول حاجه هنتكلم عنها النهارده الفويب ستاندز فور وات. ده طبعا الفويب ده اختصار ل فويس اوفر اي بي. طبعا هنتكلم بالظبط بالتفصيل عن معنى يعني ازاي او اقصد ايه بفويس اوفر اي بي. How can voice transmit in wires and cables؟ الصوت بيتنقل ازاي خلال الكابلات او السلوك. هنتكلم عن ال CME call manager express, CUCM for routing calls, CUC for mailbox and CUP for what. طيب هنتكلم برضو رابع حاجة عن ازاي تبقى CCNA VOIP، ايه الامتحانات اللي انت لازم تجتازها عشان تاخد شهادة CCNA VOICE. طيب ال VOIP world، بصوا يا جماعة، اي سيستم تليفونات في العالم بينقسم الى شقين، تمام؟ يا اما يشتغل على تكنولوجيا اسمها البي بي اكس، ودي تكنولوجيا قديمه ولكن احنا لحد النهارده بنشتغل بيها. يعني الشركه المصريه للاتصالات او سيستم او الانفراستراكشر للتليفونات اللي موجوده في مصر كلها قايمه على سيستم البي بي اكس، تمام؟ اما في تكنولوجي جديده ظهرت في انك تبني اي سيستم تليفونات اسمه الفويب او الفويس اوفر اي بي. ايه هو الفرق ما بينهم؟ بداية قبل ما نعرف ايه الفرق ما بينهم، لازم تعرف ان مجرد ما ان انا الينك اربط عدد اي بي فونز، يعني اي بي فون زي اللي انت شايفها قدامك دي اسمها اي بي فونز. دي مش عدد زي يعني انت مثلا لو انت جيت شفتها تقول دي عدة تليفون عادية يا احمد، هي مش عدة تليفون عادية. يعني انت جيت بصيت من ورا العده كده هتلاقي فيها الكيبل بتاعها بيدخل فيه كابل نتورك، ما بيدخلش فيه كابل، يعني كابل نتورك ار جي 45، يعني الكابل بتاع النتورك. يعني مثلا تعالوا كده زي الكابل ده كابل اللي بيخش على الاقل عندك من اللاب او من الكمبيوتر للراوتر، ده اسمه ار جي 45. الكابل اللي بيخش فيه سلك او سلك التليفون اللي بيخش فيه عده التليفون عندك ده اسمه ار جي 11، ار جي 11. فلذلك الاي بي فون دي بيخش لها كابل شبكه زي اللي انت شايفه قدامك، مش كابل تليفون عادي. فلذلك هي قايمه كلها على برضو النتورك، يعني بتتوصل بسويتش عادي، برضو بتحتاج راوتر وسويتش وتشتغل على السيرفرات. كل الكلام ده موجود في سوليوشن الفويس اوفر اي بي. طيب الفويس ترانسميشن ان وايرز، بصوا يا جماعه، انا برضو مش هاخد كفيزيكالي قوي في موضوع انتقال الصوت في الكابلات، ولكن في شوية ملحوظات لازم تفهمها. الصوت موجات تناظرية، موجة انالوج، اوكي، بيتنقل الموجة الانالوج دي بتتحول في عدة التليفون او في السماعة كده، بتتحول الى ايه؟ موجات تناظرية. لو انت عندك يعني الصوت بتاعك بيتحول الى موجة تناظرية، تمام، جوه عدة التليفون بتاعتك. احنا مش قلنا ان انت عندك اتنين تكنولوجي قايمه عليها الفويس اوفر اي بي؟ هتقول لي ايوه، ايه هما؟ البي بي اكس والفويس اوفر اي بي. طيب تمام جدا. البي بي اكس الصوت بيتنقل في الكابلات زي ما انت شايف قدامك كده، يعني زي ما انت شايف ادي عندك مثلا رسمه كده جراف ما بين الفولتج والتايم، تمام. طبعا انت عندك الفولتج بيتغير مع التايم، اوكي. دي موجه ايه؟ دي موجه تناظريه، دي موجه انالوج، اوكي. اما في الفويس اوفر اي بي الصوت بيتنقل ازاي؟ الصوت بيتحول الاول لفولتج، تمام، بيتحول لفولت، وبعد كده بمسك الويف دي او الموجه دي بحولها الى موجات، بحولها الى اكواد ديجيتال، يعني بحولها الى اشارات ديجيتال. ازاي؟ هتدرس ان شاء الله في ثالثه اتصالات نظريه كده اسمها نظريه نيكوست. نظريه نيكوست دي بتتكلم عن ان انا ازاي احول الموجه اللي انا شايفها قدامي دي، ازاي احولها الى اشاره رقميه. يعني انت في اتصالات او انت في حاسبات هتدرس نظريه اسمها نظريه نيكوست. نظريه نيكوست دي بتكلمك ان انت لو عندك موجه انالوج زي ما انت شايف قدامك دلوقتي، ازاي تحولها الى اكواد صفر وواحد، باينري ديجيتس، تمام، دي ديجيتال، اوكي. فلو انت عندك سيستم تليفونات بي بي اكس بتتنقل الصوت بيتنقل زي ما انت شايف قدامك، ولو انت عندك سيستم تليفونات فويس اوفر اي بي بيتنقل بالصفر والواحد، الصوت بيتنقل جوه السلك بالصفر والواحد. ايه الاحسن؟ ايه الفرق؟ زي ما انا قلت الفويس اوفر اي بي ام بي بي اكس بروز اند كونز.
الحاجات الكويسة والحاجات يعني المميزات والعيوب. البي بي اكس يعني تقدر تقول يعني ده تكنولوجيا اقدم من الفويس اوفر اي بي. اوكي البي بي اكس بما ان الصوت بيتنقل على هيئة موجة انالوج زي ما انت شايف، المشكلة بتظهر قدامك ان انت في حالة ان في مسافة كبيرة، في مسافة كبيرة ما بين السورس الراجل اللي بيتكلم والديستنيشن الراجل اللي بيكلمه، فما اتنين بيكلموا بعض، لو المكان المسافة ما بينهم كبيرة فأنا مضطر أحط في الطريق، أنا بضطر أحط في الطريق في السكة كده من السورس والديستنيشن، السورس الراجل اللي بيطلب أو الراجل اللي بيتكلم، والناحية التانية ده يعني ده سورس الراجل اللي بيتكلم، الناحية التانية ده الديستنيشن، تمام؟ الراجل يعني اتنين بيكلموا بعض، المسافة بينهم كبيرة، بضطر انا احط في النص اجهزه اسمها ريبيترز. اجهزه الريبيترز دي بتكبر الموجه، بتكبر الموجه ليه؟ لان الموجه لما تيجي تمشي بطول المسافه الموجه دي بتضعف، بيحصل لها بتبدا تبقى فانشنج، تمام؟ فالريبيتر بيمسك الموجه قبل ما اول ما تبقى فانشنج، الريبيتر بيقوي الموجه، بيعمل لها امبليفيكيشن. اوكي بيعمل لها ايه؟ امبليفيكيشن. طيب المشكله في الريبيتر اما بيجي بيكبر الموجه، الموجة اللي بتتنقل دي عبارة عن ايه؟ الموجة هتقول لي صوت، هقول لك لا هي صوت ودوشة، يعني انت وانت بتتكلم كده اكيد صوتك بيروح جوه عدة التليفون ومعاه شوية دوشة من المكان اللي انت حواليه، دوشة جاية من المكان اللي انت حواليه. الريبيتر لما يجي بيكبر ما بيفرقش ان هو هيكبر الصوت بتاعك ولا هيفرق ان هو يكبر الدوشة، ليه؟ لان الصوت بتاعك والدوشة دي رايحة في موجة واحدة، رايحة ايه؟ في موجة واحدة. فمجرد لما يجي يكبر الموجة بيكبر ايه؟ بيكبر الدوشة وبيكبر الصوت معاها، تمام كده؟ المشكلة بقى ان كل ما المسافة بتكبر 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 الموجة بتقل، الريبيتر بيمسك الموجة بيقويها، الريبيتر بيقوي التشويش الى جانب الصوت. طيب هيجي ريبيتر تاني هيجي يكبر التشويش الى جانب الصوت، فمثلا انت بتتكلم في مصر بتكلم واحد في انجلترا، الصوت هيجي يوصل له دوشة بس، الصوت هيوصل له دوشه بس، تمام؟ اما في الفويس اوفر اي بي الكلام مختلف شويه، ليه؟ لان انت عندك الصوت بيتنقل على هيئه ديجيتال سيجنتشرز او اشارات رقميه، تمام؟ الاشارات الرقميه دي صفر وواحد، صفر وواحد مثلا لو انت جيت قلت مثلا هلو، هلو دي ترجمه جوه السلك صفر واحد واحد صفر. طبعا الكود ده هيجي يتنقل من جهاز لجهاز من جهاز لجهاز، انا كده مش محتاج ريبيتر في النص، تمام؟ او على الاقل لو انا احتجت حاجه بتحافظ على قوه الاشاره مش هتعاني من العيب اللي كان موجود في البي بي اكس سوليوشن، لان في البي بي اكس كان المشكله او العيب ان الريبيتر بيقوي الموجه، بيقويها بالايه؟ بيقوي الصوت وبيقوي التشويش معاها. اما في الفويس اوفر اي بي انت دلوقتي عندك هو كود او اكواد معينه بالصفر والواحد ديجيتال هي اللي بتتنقل، فاصبح من السهل جدا ان الاجهزه اللي بتعمل ريبيتنج او امبليفيكيشن او بتحافظ على السترينث بتاعت الويف او بتحافظ على قوه الاشاره بطول المسافه ان هي تنقل الاكواد دي، لان انت كل ما تنقل الاكواد دي وتحافظ على الاكواد دي وهي منقوله، تمام؟ اسهل بكتير بالنسبه لك ان انت تنقل الموجه، لان الموجه وانت بتنقلها هيحصل لها ممكن يحصل لها ايه؟ ديستورشن، تحصل تقدر يعني الموجه بتقدر ممكن يحصل لها ديستورشن. اما لو انت عندك بتنقل الاشاره الرقميه، الاشارات الرقميه ما بيحصلهاش ديستورشن ولا حاجه. لذلك وانت حاول كده يعني تحس الفرق وانت بتتكلم مثلا في تليفون البيت، ممكن تحس بشويه تشويش وانت بتتكلم، لو انت خصوصا بتتكلم واحد مثلا على موبايل مثلا، يعني انت مثلا بتتكلم من تليفون البيت الارضي، تليفون ارضي وبتكلم موبايل، فبتحس بشويه تشويش. جرب تكلم حد ولو في امريكا بس عن طريق الفايبر او عن طريق الفيسبوك، تمام؟ يستحيل اتحداك ان انت ممكن تلاقي دوشه في الصوت المنقول ما بينك وما بينه، يعني يستحيل يكون في دوشه، او لو في عمرها ما هتكون قد ما انت بتتكلم من تليفون ارضي على موبايل او تليفون ارضي تاني، تمام؟ ليه؟ الدوشه في التليفون الارضي هتبقى موجوده، وفي حاله ان انا انت قلت يا احمد في الفايبر او الفيسبوك ما تبقاش موجوده. الفايبر والفيسبوك معتمد على نقل الصوت بالفويس اوفر اي بي، اما التليفون الارضي معتمد على البي بي اكس، وجيت قبل كده قلت لك ان البي بي اكس بينقل اشاره الصوت، اشاره الصوت الصوت كل ما بيعدي في ريبيتر، الريبيتر بيقوي الموجه بالصوت بالتشويش بتاعها، اما في الفويس اوفر اي بي الكلام ده ما بيحصلش. طيب
سيسكو ميجر برودكتس اون فويس اوفر اي بي. سيسكو قدمت لك حلول كثيره جدا وحلوه جدا وممتازه الصراحه، عشان لو انت حبيت تاسس سيستم تليفونات داخليه لاي مؤسسه. اوكي، طبعا انا مش هتكلم، يعني اكيد انا مش هقعد اقول لك ليه اي مؤسسه، اي شركه، اي انستتيوشن بيحب يصمم سيستم تليفونات داخليه عنده. تمام، طيب دي حاجه مفروغ منها، ان انت في اي مؤسسه لازم يكون لكل موظف قد التليفون. طيب انا عندي طريقين، يا اما هصمم بالبي بي اكس، يا اما هصمم بالفويس اوفر اي بي، ايه اللي افضل؟ طبعا الفويس اوفر اي بي دي تكنولوجيا احدث، ودايما في التكنولوجيا الاحدث بتلاقي الاوفر، بتلاقي الاكثر جوده من التكنولوجيا الاقدم. تمام، فالفويس اوفر اي بي هتلاقي اكثر جوده في نقل الصوت، اوفر، اقل تكلفه. صيانه سيستم البي بي اكس مكلفه جدا جدا جدا، اما صيانه الفويس اوفر اي بي يعني يعتبر من غير تكلفه. يعني انت لما تيجي تصاين نتورك او فويس اوفر اي بي، فيعتبر التكلفه ما تبقاش عامل كبير قوي. تمام، اما في البي بي اكس لا، التكلفه يعني التكلفه بتكون عاليه لما تيجي تصاين او تعمل ترابل شوت او تصلح اعطال في البي بي اكس نتورك سيستم. تمام، اما في فويس اوفر اي بي، لو انت بقى هتصمم سيستم التليفونات الداخليه وليكن لبنك فويس اوفر اي بي سيستم، السيستم ده سيسكو اتاحت لك برودكتس تقدر تبني بيها السيستم ده. اول برودكت عندك اسمه السي ام اي. السي ام اي ده اختصار لكول مانجر اكسبريس. طيب الكول مانجر اكسبريس ده عباره عن ايه؟ ده ابلكيشن بينزل يا على راوتر، يعني انتجريتد ان سبيشال سيسكو راوترز، يعني في بعض الفيرجنز، بعض الراوترات لسيسكو بتدعم السي ام اي، بيكون ابلكيشن نازل على الراوترات دي بيعمل ايه بقى؟ يوزد فور راوتنج كولز. يعني ايه يوزد فور راوتنج كولز؟ دلوقتي بمنتهى البساطه، انا موجود، يعني احنا مش هنعمل سيستم تليفونات داخليه مثلا لبنك، اوكي، موظف عنده عده تليفون وليكن الرقم الداخلي بتاعه 5 5، اوكي، والموظف التاني الرقم بتاعه 6 6. طيب لو انت مكان الموظف اللي هو ابو رقم 5 5 وعايز تتصل بالموظف التاني، هتعمل ايه؟ هتقول لي يا احمد والله انا هرفع سماعه التليفون وهدوس 6 6 رقم الديستنيشن، رقم الراجل اللي انا عايز اتصل بيه. طيب حلو جدا، التليفون هيعرف منين مكانه؟ هيعرف منين مكان عده التليفون اللي رقمها 6 6؟ بيروح للراوتر اللي عليه الكول مانجر اكسبريس وبيقول للراوتر يا راوتر اروح ازاي لعده التليفون اللي رقمها 6 6. الراوتر هو اللي بيقول بقى لعده التليفون بتاعتك اروح لها ازاي، وبيبعت سيجنال او اشاره لعده التليفون اللي رقمها 6 6، بحيث ان يحصل في الاشاره في عده التليفون رقمها 6 6 رينج، يعني يبدا التليفون يرن عليه. تمام، فدي اسمها راوتنج كولز. السي ام اي بيدعم لحد 450 اي بي فون، 450 اي بي فون. الاي بي فون قلنا قبل كده للي نسي او ما كانش مركز، الاي بي فون دي عده التليفون اللي بتشتغل في اي نتورك فويس اوفر اي بي. تمام، اي عده تليفون بتشتغل بسيستم الفويس اوفر اي بي دي بيسموها الاي بي فون. السي ام اي تقدر، يعني ابلكيشن بينزل على سيسكو راوتر بيدعم لحد 450 اي بي فون، بيدعم لحد 450 اي بي فون. احب اقول لك يعني عمليا من خبرتي، يعني ان انا اشتغلت على يعني سوليوشنز الفويس كتير، مفيش يعني انا عمري ما بصمم شركه مثلا سيستم فويس اوفر اي بي، وخصوصا لو انا اشتغل على سي ام اي، ما بزودش عن 100 جهاز. يعني انا ما بزودش عن 100 عده اي بي فون بس كده. هتقول لي ليه يا احمد هو مش بيتيح لحد 450؟ هقول لك هو ايوه بيتيح لحد 450، بس انا عشان ما احملش على الراوتر، يعني ما احملش لود، ما اعملش لود على الراوتر. يعني الراوتر اللي انت بتبقى حاطه، انا جيت قلت لك الراوتر في ابسط المعاني بتاعته ان هو بيربط لان بلان، لان بلان، وكذلك الراوتر ده هيطلعك على النت. يعني في اي شركه فيها راوتر، الراوتر ده بيعمل ايه؟ بيربط اللانز الموجوده جوه الشركه دي. تمام، وكذلك بيوصل الـ الشركه دي بالنت. تمام، وكذلك انا عامله كسنترال، ما انا كده عامله راوتنج كولز يعني سنترال، انا عامله سنترال. تمام، فالراوتر هيعمل حاجات كتير، هيعمل ايه ولا ايه؟ فانا بالتالي ما بحملش على الراوتر. تمام، طيب ننقل للسوليوشن التاني، سي يو سي ام، سيسكو يونيفايد كوميونيكيشن مانجر. سي يو سي ام هو السي ام اي يوزد فور راوتنج كولز، ولكن انت بتنستول السي يو سي ام دي على سبيشال سيرفر. يعني انت بتجيب سيرفر
مخصص مش على راوتر بقى، يعني سي ام اي بيتحط على راوتر، اما سي يو سي ام ما بيتحطش على راوتر، بيتحط على سيرفر مستقل بيسبورت لحد 60,000 عده تليفون بير كلاستر. كلاستر يعني ايه؟ كلاستر يعني جروب. انت ممكن في السي يو سي ام تعمل مثلا 3 جروب، كل جروب السي يو سي ام بيدعم لحد 60,000 عده تليفون، 60,000 عده تليفون. ادي السيرفر ظهر معانا اهو، السيرفر ظهر معانا. يعني انا خلي بالكم يا جماعه السيرفرات انا ما اتكلمتش عنها كتير في الفيديو اللي فات، ولكن لانك انت السيرفرات لما تيجي تدرس معايا سي سي ان راوتنج وسويتشنج ونيجي نخش في الفويس ان شاء الله، ونيجي نخش في السكيورتي، فانت السيرفرات دي هتقابلنا كتير جدا، هنشتغل عليها، يعني هنشتغل عليها، هندرس الكونسبتس بتاعتها وكذلك الكونفيجريشنز بتاعتها فيما يخص النقط او المناطق الارياز او السبوتس اللي احنا محتاجين فيها السيرفرات. تمام. اما لو عايز بقى تتعمق في دراستها من كل النواحي بتدرس بقى الام سي اس اي والام سي اس اي. اوكي طيب. السي يو سي سيسكو يونيتي كونكشن، يعني بمنتهى البساطه بيعمل لك اي سيستم تليفونات داخليه. برضو بالطبع انا برضو محتاج اعمل ميل، يعني فويس ميل. يعني فويس ميل ازاي؟ يعني انت بمنتهى البساطه انت اتصلت بواحد، يعني انت دايما بتشوف كده في الافلام الاجنبي مثلا يقول لك ايه، واحد انت مثلا بتتصل بواحد فهو مش موجود، فتلاقي السماعه بترفع، يعني تلاقي كده عده التليفون بترد عليك تلقائيا، وبتسمع صوت رساله مثلا يقول لك ايه، انا مش موجود دلوقتي، سيب لي رقمك او سيب لي اسمك ورقمك وانا هتصل بيك لما اجي. تمام. دي اسمها فويس ميل. او انت مثلا تحتاج تسيب له رساله. اوكي. لو انت مثلا بتتصل باي رقم موبينيل اتصالات فودافون، لو الرقم ده مقفول يقول لك مثلا دوس نجمه لو انت عايز تسيب له رساله. تمام. انك تسيب له رساله دي فويس. اوكي. انت مش هتسيب له رساله تكست، لا انت هتسيب له رساله بصوتك فويس. فالسي يو سي او السيسكو يونيتي كونكشن، او بنسميه كده المعنى الدارج وسط مهندسين الشركات بنقول عليه اليونيتي. اليونيتي بيعمل لك سيستم فويس في النتورك فويس اوفر اي بي اللي انت مصممها. اما السي يو بي او السيسكو يونيفايد بريسنس، سيسكو يونيفايد بريسنس بيعمل لك ايه؟ مونيتور. يعني ايه مونيتور؟ بيعمل مونيتور على الفويب سيستم الكامله عندك. يعني ايه؟ يعني فرض ان انت مثلا صممت زي ما قلنا بنك، صممت له سيستم فويس مثلا 200 عده تليفون. اوكي. 200 عده تليفون انا الحمد لله عملتها بالسي ام اي مثلا، او عملتها بالسي يو سي ام، ورحت عملت فويس ميل بالسي يو سي. السي يو بي بقى هنا وظيفته ايه؟ يعمل لك مونيتور على ال 200 عده تليفون اللي موجوده في النتورك بتاعك. يعني ايه؟ يقول لك مثلا، يعني يتيح لك انك تعرف العده دي مشغوله دلوقتي، العده دي معاها مكالمه، يعني بيران مكالمه دلوقتي وفي مكالمه على الهولد معاه. اوكي. العده دي مثلا اتكلمت مثلا مكالمه فلانيه في الوقت الفلاني المده الفلانيه. يعني بيقدر يعمل لك مونيتور كده على اي عده تليفون موجوده في الفويب سيستم بتاعك. السي يو بي بيفلترها وبيراقبها وبيحطها لك بقى على هيئه تقارير كده. تمام. فهو يستخدم كمونيتور. اوكي. ازاي تبقى بويب سي سي ان بويب سيرتيفايد؟ هو امتحان واحد، ده الكود نمبر بتاعه 640461. تمام. انت لو جيت عديت الامتحان ده يبقى انت كده معاك سي سي ان بويب. انت في سي سي ان بويب زي ما قلت هي مبنيه على الاربع سوليوشن دول، يعني في سي سي ان انت بتدرس الاربع سوليوشن دول. تمام. في بعض الاماكن اللي بتدي مراكز التدريب بيديك في الكورس سي سي ان بويب ده بكروتك، يقول لك ايه، بيديك مثلا السي ام اي النظري بتاعه العملي، والسي يو سي ام يديك النظري، السي يو سي السي يو سي النظري، السي يو بي النظري. تمام. يقول لك يعني ايه، يعني ديك ده عملي بس، ده ما بيدكش. طبعا هتيجي تقول لي يا احمد اشمعنى؟ هو الاسباب كتير، يعني مثلا ان السي يو سي ام محتاج سيست، يعني يقول لك مثلا انا محتاج سيرفر، طب انا عندي مركز تدريب انا ما عنديش سيرفرات. السي يو سي نفس الكلام، السي يو بي نفس الكلام. طب انا عن نفسي، انتوا هتتدربوا معايا ان شاء الله خصوصا في الشهاده دي، كل حاجه هنعملها عملي، كل حاجه هنعملها عملي. هتقول لي ازاي؟ ما مراكز التدريب انت لسه قايل ما بتعملش كذا وكذا وكذا، ما هي دي بتاعتي، يعني انا هعلمكم ازاي ان شاء الله. يعني احنا كل تدريبنا في مجال النتورك هيكون فيرتشوالايزد. يعني ايه فيرتشوالايزد؟ احنا هنعمل سيستمز فيرتشوالايزيشن، محاكاه. اللي مش فاهم يعني ايه فيرتشوالايزيشن حاول تقرا عنها او ناقشني فيها، وانا ان شاء الله في اول محاضره في السي سي ان راوتنج سويتشنج ان شاء الله خلال الاسبوع ده او الاسبوع اللي جاي باذن الله هشرح لكم يعني ايه فيرتشواليزيشن، وهشرح لكم خطه التدريب بتاعتنا هتكون ماشيه ازاي.
تمام. انا اعتبر خلصت الفيديو ان شاء الله. اتمنى الفيديو يكون مفهوم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.